الأشواط تتوالى بالانطلاق في صباح هذا اليوم. شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثار وتنافس وتحديات. الشوط الثاني والعشرون ينطلق حاملا في طياته، كذلك البكار، اللقاية، المحليات، الأصايل في الانتاج والمنتجين في الخمسة كيلومترات تتنافس على شرف الناموس والفوز. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع المركز الأول في هذا المسار. هذه اللي تقدمت مشاهدينا الاعزاء على المركز الاول، افراح افراح سهيل بن سعيد بن حمرور العامري على المركز الاول في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني حلوه، سعيد بن علي بن شفيان العامري يتقدم مع حلوه على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز في هذا الانطلاق، وصلت الشاهينية، أغدير بن سعيد بن أغدير الكتبي تحركت، ناخذ المركز الرابع لنكمل ندانة. الهايلة ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي يقدم الهايلة على المركز الرابع. المركز الخامس، مياسف المركز الخامس، وحمد بن حميد بن سالم الدرعي على خامس المراكز. المركز السادس، الظبي سليم بن حمد بن سالم الدرعي على المركز السادس. المركز السابع، من الجانب الآخر تتدخل شقرة شقرة، حسين بن علي بن مهدي القرشي يقدمها في هذه الانطلاقات، بينما وصلت غزوة غزوة عبد الله بن سعيد بالحب العامري على المركز السابع. المركز الثامن، هذه من تقدمت مشاهدين العزاء ووصلت اليازي، اليازي سعيد بن محمد بالحب العامري. المركز التاسع، اشوف هنا تواجدت تكليف سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي. والمركز العاشر، العاشر العاشر، منصور، منصور عبد الله بن راشد بن معدن الاكتبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق، في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان. أول ندانة للعشر، إكمال العشر المراكز. نعود مرة ثانية نتابع المراكز الأولى، ننطلق مع الشاعر، مع غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي اللي يقدم كلمة جميلة، سواء في منافسات الأصايل أو هناك في الساحة الشعرية بأبياته. في هذا الانطلاق والاندفاع تسيطر على مقدمة الشوط وتندفع بالمركز الأول، تأتي بهذا الاندفاع والانطلاق الشاهينية، غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي على مقدمة هذا الشوط بالحب على المركز الثاني. بالحب غزوة، هذه غزوة، غزوة على المركز الثاني. عبد الله بن سعيد بالحب العامري تأتي ثانيا، القرشياتي على المركز الثالث مع شقرة، حسين بن علي القرشي على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع بالحب كذلك، اليازي، اليازي أحمد أو هناك الدخول في هذه اللحظات. هذه اليازي، اليازي سعيد بن محمد بالحب العامري، نعم هي اللي تنطلق على المركز الرابع. المركز الخامس، أشوف الانطلاق من الخامسة، مياسة، مياسة حمد بن حميد بن سالم الدرعي يتقدم في هذه اللحظة، وأتتنا تكليف سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي، وهناك أيضا تتواجد مياسة. مطر بن حامد بن حميد الدرعي يتقدم، وهذه
المركز الثامن، ثامن المراكز تواجدت فيه وتقدمت الهبيبة أحمد بن عبد الله بالطير العامري، والمركز التاسع تواجدت في هذه اللحظات لأحمد بن عمهي بن حميد المنصوري، والمركز العاشر مياس محمد بن صغيرون الدرعي. خلاص يا العشر خلاص، بنعود مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول، بنسير مع هذه الانطلاقات والتحديات. الكيلو الأخير، لوحة الكيلو الأخير، والشاعر غدير بن سعيد، غدير بن سعيد مع الشاهينية على المقدمة وبالحب مع المركز الثاني، ويقدم غزوة، غزوة والشاهينية، غزوة والشاهينية، الشاهينية على المركز الأول. غدير بن سعيد الكتبي يتقدم على مقدمة الشوط، غزوة عبد الله بن سعيد بالحب العامري على المركز الثاني. المركز الثالث مياسة مطر بن حامد بن حميد الدرعي، ياتي في هذا الانطلاق، ياتي في هذا الاندفاع، وهناك هذه قناطة تأتي بهذا الانطلاق، وأيضا ياتي أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري والقرشي كذلك. ولكن خلاص بروح مع غدير بن سعيد بن غدير، بنطلق مع الشاعر، مع اللي يقدم كل هذه الانطلاقات وهذه الشاهينية، غدير بن سعيد بن غدير وأهالي نزوة، أهالي نزوة في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، يحملون السلام من المرموم، من المرموم إلى نزوة، إلى نزوة مع الشاعر غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز يا أبو حمد في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل، يستاهل الفوز والناموس والأداء الجميل. غزوة عبد الله بن سعيد بالحب أتت في المركز الثاني، المركز الثالث نشوف ونتابع، المركز الثالث لحمد بن حميد بن سالم الدرعي، والمركز الرابع وصلت فيه لأحمد بن عمهي المنصوري، والمركز الخامس هذه لحسين بن علي القرشي. هكذا بنعود إلى التوقيت. التوقيت الزمني 7:29، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لغدير بن سعيد بن غدير الكتبي، والمركز الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بنشوف التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون 7:35 جزئين من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد بالحب العامري المركز الثالث، نشوف توقيتها على الشاشة 7 دقائق، بالتأكيد 7:45 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحميد لحمد بن حميد بن سالم الدرعي، تهانينا للجميع. التواصل